السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن يا شباب نحن بسوق الحلال بكفر جالس، اليوم الأربعاء 5/1/2021. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طبعا قام نشرب كاسة شاي عند أخونا أبو محمد سامر، وبعد ما نشرب الشاي نصور لكم السوق. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تحياتي لكم أينما كنتم، تحياتي لكل المشتركين بقناتنا سواء قديما أو حديثا. إذا كنت أول مرة تشوف قناة سوق المواشي في سوريا، يا ريت تضغط على زر الاشتراك عشان يوصلك كل شيء جديد. الدلال إبراهيم أبو الذيب. وهاي كاسة الشاي من يد أخونا أبو محمد. الله يجزيك الخير يا أبو محمد، إن شاء الله بعرسك وبحجتك إن شاء الله. والله يا شباب يا ريتكم معنا، كان قلنا لكم حولوا بسعد 23,000 واحد. بدكم صهريج عراقي جاي. أخوي محمد الجدي هذا إيش قد حقه؟ حقها باكر؟ هذا عم نطلب 1200 يا أبو حمزة. الحمر. إيه ولا الأزرق 800 ورقة. إيه نعم. لحمه؟ إيه لحم. شنو سنه؟ جدي هذاك جدي، بس هذا تنوع. ايه هنا هنا يصلح فحل مو؟ هو الفحل هذا يصير كفالة قصدي يعني. ايه مكفول. والله انا عجبتني طول ورقبته يعني. بس اليوم ما ظل شغل فحولي، كل ايه عم تنباع لحم. عم تنباع لحم، الواحد يشتري لحم واذا عنده معزة يخليه. على الالف هذا الحمر مفصول. ايه نعم الف ليرة. هذاك ب700 الله يبارك للي يشتري. والله هذا 2500. قام تبيع اللحم ولا فحول ولا شنو؟ والله يصير والله ان بس واحد منهم يصلح فحل. حياك الله عمي ابو محمد، الله يحفظك. 11 هذا ايه واحد منهم يصلح فحل، لان الثانيات لحم. هذا زين والله. 50 ورقه العالم يا حجي فحل بلدي يعني. اي نعم عمنا ابو ذي ابو محمد والله حجي يقول جنس يعني. والله كويس. شنو سنه؟ يا حمد باطول باطول موفق. شو استفيني؟ اي نعم كويس. هذا يا شباب قام ينباع فحل يعني، طبعا قحم يعني عمره 4 سنوات وفوق يعني. اي نعم قحم اول سنه. اول سنه 4 سنين عمره يعني. شباب مبنج لسه ضعيف يعني، داق وجوع يعني، ولا يصلح كفحل بلدي يصلح يعني زين. لف الجر زين وراسه زين ماشي حاله مقبول. 27 ليرة تركي معبر. شلون سوق اللحم اليوم عمي ابو محمد؟ 36 مكسوس، وزن 70 75. 36 ليرة تركي. نعم. والمعبر؟ معبر 130 جوا. اي نعم. قطعة طيبة. الفطيمة ايش قد؟ الفطيمة والله 28 مكسوسة. 28 مكسوسة، اي نعم. الله يجزيك الخير عمي ابو محمد. الله يسعدك. دلال شعبان ابو عزو. درويش مستوي على الله. والله العظيم يتشرف. هذا الدلال ابو عبدو الكبش، هذا ربجو. قام نصور لكم ان السوق فيه حركه يا شباب، فيه بيع ومشترى. الله يرزق الجميع يعني. امين اللهم امين. ومثل ما انتم شايفين القاع فيها خضار يعني، في عشب يعني، دق العشب بالقاع ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله الله يبعث الخير. عندنا الورادي عند اخونا ابو عبدو. ايش قد هالورادي يا اخوي ابو عبدو؟ والله عم نسوي من 13. 13 1300. ما ندفع بين شيء ولا ليره. اللهم صل على محمد. خلصت عليه. فرج عليه. شنو وضعها هاي يا اخوي ابو عبدو؟ والله نعجع شهر. ايش قد سنها؟ ما فريت. اي نعم. يعني رباعيه. رباعيه مهاجره حمر يا شباب، راسها كبير عشان انت زينه. عشار ايش قد؟ عشار يعني شغلت 4 شهور. اللهم صل على محمد. كويسه والله يا شباب، شوف مهاجرها حمر مصوفات من جرد يعني، هاي زاد ميزه حلوه ان شاء الله. ميزاتها كويسه يا شباب. ايش قد السوم اليوم؟ اليوم عم نسومها 700 دولار. 700 دولار ندفع لكم بها شيء؟ 275 دولار. ما ندفع حقها والله؟ لا ما ندفع حقها. لا ما حدا اعطانا. والله كويسه.
شو بدك تعطوك بها ايه؟ 275 دولار بس؟ هو كان حكى 1500 دولار لك عم نقول لك من اول 1200 دولار مشتريها صح؟ مشتريها ب 1200 والله كويس يا شيخ. لا لا يا اخي لا تدعي يا حرام. الله يجبر صوابه. امين الله ما عنده مخ ما عنده. خرفان تركيات عند الزوري عند ابو محمد حج خالد الزوري. هلا ابو حمزه. هيا الشباب. الله يحفظك. ايش قد قام السومن؟ والله ما سومن 15. 1500. 1500. ودفع لك بيهن شيء؟ دفعنا بيهن 1000. 1000. 1000 من نفاوت واحد. اي نعم. نفاوت واحد منهم. ايش قد يوزن ان ابو محمد؟ يعني 40 كيلو. من ال 40 كيلو وجاي. ايه ما شاء الله تبارك الله. هذا برضه ابو مصعب قام يشترينا خمسه جباره زدت نعرف. يلا ايش قد؟ حصلناها انا حكيت انا لكن اربعه برضه انا حكيت الخمسه طياوي يا شباب ولد عمي وبي الله طيب بلى هذا هذا جده حاتم الطائي لازم ما يجادل خالص والله ما مقدر اسوي اشتغلنا ابو الله 24 واحد صار سليم صار سليم شكرا صار سليم فكوا يا حسين فكوا احنا ما نشتغل والله مش على نمبر 1 ونمبر 2 اي والله صار سليم بكل شيء وعلى العربايات اشتغلنا ب 5000 يا الله خرفان تركيات لك صار سليم في شيء اخي يرجع ايوه بلا بلا هذا بلا 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 تمام بلا بلا 1100 وبلا وروح الاربعه دستور شويه بلا 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 اذن بلديات اذن تركيات يا شباب 1100 1100 والله ربحك وخلي هذاك عنده ان شاء الله يبيع بورقه ايش تعنا مصعب وبي الله يا شباب لك 40 من 20 من 25 وين باع الكيلو هذا خيو يعني اشتغلنا بي الله قد بس اشتغلنا ايه هيا ب 400 بعتوني لك انت مشتري 200 خليتها 400 بعتوني عارف اشتغلنا ب 300 لا والله بس ال 100 400 لك بس ال 100 4000 بس ال 100 400 لك بس ال 100 دبيعك والله 400 بس ال 100 لك ما تعصبج على 100 ما تعصبج على 100 لك الوصفه حاجه لكن انا والله ال 100 الموت على الله بدي افرح البلديه لك 400 لك والله ولا ورقه ابو مصعب لك 400 يا ابو مصعب والله يا ابو مصعب اذا ربحك فيه 100 ليره بلا لك اياها والله اشتغلنا هذا دعك نحن فاصلين من 4 و 500 تمام عم نشيل له 200 اشتغلنا على الواخ السيرة حتى انت ظل تبكي على طول الدنيا كلها خسرانة يا اخي الدنيا كلياتنا خسرنا اشتغلنا هو بي حدا نزل على السوق وما خسر على الله ودفن كل تجربة ولها عثرة دفنته ودفنت خيو نايم صار 400 بعتونا ولا دفنت بهال 100 ما راح تساوي شيء والله لا تبيعنا على الوصلة كان يرضى علينا ال 100 دستور شوي والله لا تبيعنا على الوصلة ايه ولك هال 100 الله اكبر 400 والخي اشتغلنا بهال 100 هذا يرضى عليها ال 100 واشتغلنا بهال 100 والخي والله يربحوا يروح عليها والله مش حالهم يلا يربحوا 18 الله خي ايش سموها ال 100 بالنص خي مو ال 100 مو ال 100 ما تكفش عليها بس عمين كمش عليها والله لا والله 100 انا ما فتش عليها والله انا حطيت لك اياها والله الا ب 300 والله لك الموت على الله والدفن على البلديه الله يربحك لا اله الا الله الموت والدفن على الله كل شيء على الله الله هاي على قولة بطيحان تاني نشرب فنجان هنا حي الله طلع العشب يا شباب الله يرزق الجميع يا رب اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله يبعث الخير ان شاء الله ان شاء الله يصير ربيع وان شاء الله الله يفرج على العباد شباب سوق الغنم بركه يعني لازم الإنسان يعني ما يأس من رحمة الله كثير ناس اليوم تشوفوا بالأسواق يعني يأسان أخي وتخسرت شوي سبحان الله المؤمن لازم يكون عنده صبر وهي نصيحة يا شباب أي واحد ما عنده صبر لا يشتغل بالحلال الحلال بده صبر مهنة الأنبياء تعلم منها الصبر الإنسان اللي ما عنده صبر وما عنده طولة بال لا يشتغل بالحلال خالص لانه تجاره الحلال بدها الصبر وبدها طوله بال اللهم صل وسلم على نبينا محمد واكثر ناس تلاقيهم عندهم صبر وطوله بال وحلم اهل الغنم اي والله الله يسعدك يا ابو حميد واحنا دائما ننصح الناس نقول لهم يا شباب اشتغلوا بالمحسن اشتغلوا بالشيء الطيب اشتغلوا بالمحروف دعك الان السوق انتهى مكسور واصل للارض الغنم البلديه ما لها قيمه ومع ذلك المحسنه قامت تنباع بالدولار المحسنه والحركي والجملاني والبزره الطيبه قامت تنباع بالدولار يعني يا ابو حمزي
صاروا 650 دولار. 650 دولار. لكن الحلال رخيص. الغد الشيء الشيء الطيب ابو يسوى ما ينكسر. ينكسر السوق وما ينكسر الشيء الطيب. طيبات بس ب 650 دولار يعني اليوم تحسبون على التركي فوق 8.5 9 تركي. ايزاد خروفه بقدها ما شاء الله وهاي اختها. اثنين 650 دولار يا شباب شوفت عينكم. اللهم صل على محمد. الشيخ اخونا ابو محمد في حبيب قلبي. انا قاعد تعبان والله هذا فعلا مختار كورين. حي الله حي الله محمد الله يحفظك. لا تيأس من رزق الله سبحانه وتعالى ولا تظن انه الله سبحانه وتعالى اذا انت اخذت بالاسباب ما يرزقك. قوي قلبك السوق بده قوه قلب. بده قوه قلب وبده تجربه وخبره وكل تجربه اولها عثره. انا اول ما بلشت بالسوق السنه الماضيه خسرت والله كل راس مالي راح بالسوق وما نيأس ان شاء الله. والله هسه قام نشتغل بهالقناه وبدلاله يعني. فشباب لا تيأس. قوي قلبك وانزل تعلم المصلحه واعتمد على اهل الخبره واهل التجربه. لا تنغش بس لا تقبل تنغش ابدا. لا تقبل بالغش ابدا لانه الغش هو اللي يدمر السوق. ما يدمر السوق غير الغش. ثنيه شهر ثلاث شهور ابو محمود. اي والله شهر ثلاث شهور. ما شاء الله كويسه محسنه يا شباب. محسنه. ايش قد السوم ابو محمود؟ شوف ابو عواد. يعني ما نفصل الكلام بدون ابو عواد. ايه ابو عواد وين مره؟ الله ايش قد عم تسوم ابو عواد؟ والله قاعد اسوم 27 2700. اي نعم. اندفع لكم شيء؟ والله ما اندفع. قلنا لهم 30 احنا سبنا 30 حد. اي نعم. دارهم قروض وشب. اي نعم. ما الله يلعننا يعني. ثنيه عشار. ثنية عشارة. نعم. أول بطن. كويسة والله شباب تعتبر محسنة يعني. نعم. جنسها زين ما شاء الله مهاجرها حمر خشانتها كويسة وثنية أول بطن حلوة يعني. يعني ما أظن تنباع تحت الألفين يعني لازم أول كلمة تنقال ألفين يعني. نعم. تستاهل والله. وهذا يا شباب سوق التبن. طبعا أني تعبت. يا ابو جمعه وين عندي مش حاطط كبش يا زلمه. السوق صاير طلع يا شباب سوق ال طلعت مشي تعبت. طبعا انا ما ادخل بس ما اعرف ليش تعبت. اسعار مي مضبوطه. كل واحد يبيع الحال. هذا تبن العدس يا شباب يعني هذا افود تبن للغنم يعني. اذا طعمي تبن ابيض الافضل الطعم تبن احمر يعني. واسعار المتقاربات من بعض يعني بالنسبه للسعر. وهذا افضل تبن العدس افود. هنا تبن العدس مع الخاله اللي عنده غنم مثلا يعني تقريبا تقدر تقول تستغني عن العلف كويس يعني. الناس اليوم والله ما يطعمون غير تبن ابيض. تلاقي الغنم ميته من الجوع. ناقصها املاح وناقصها فيتامينات وناقصها كل يعني عناصر التغذية يعني. تبن الأبيض يعني حشوة ما يمشي حاله ما يمشي حاله لأي فائدة يعني مجرد يعني تسنيده. شلونك أخوي أبو جمعة؟ ما جاء تنزل من مشحطة شبش. خيو شلون السوق اليوم؟ الحمد لله تمام. إيش قد الأسعار؟ 4.5 تبن الأحمر. الأحمر 4.5. والأبيض؟ 4.25. 4.25 عندك يعني؟ تبن الخالق مطلوب. إي نعم. إي نعم. إذا كان نظيف عمي ها؟ تبن خارق. اي نعم. 4.5 يعني. اي نعم. وبقية الانواع تبن الجلبان كذا. الجلبان ب 34 اليوم. اي نعم. والفول تبن الفول. تبن الفول 3.25. اي نعم. ارخص شيء يعني. ارخص شيء نعم. يلا خليك عند مشحاطة شبش. هذا سوقنا اليوم يا شباب. اي نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طبعا انا قام اصور لكم من عند ربج ابو عمر الحديدي. ربجو بكفر جالس صاير منطقة استراتيجية كلف السوق كله ما شاء الله. هنا عنده بازار 23. بازار عند خلف عمر. هل تأخذ الحلال؟ 2000 الله يعطيك. ما قام يبيعني بـ2000 شباش لحمي شباب. 2000 ليرة ما قام يبيعني. 23 كان يقول 2300.
يلا وصلنا ال 2000 وعليك الامان من عندك. كبش لحم دحم كبش لحم يا شباب 2000 الله يعطيك. صليت على النبي. حط ايدك فيدي حط ايدك فيدي تحط ايدك فيدي تحط ايدك فيدي كبش دم الحمته زينه لا مشترينا القصاب زين الكبش الحمته طيب. والله هذا وازن لازم يكون وازن يعني في طازه يجوز 90 كيلو سكرنا الباب وبي الله سكرنا الباب وبي الله ما يفعل ابو حمدان العقيدي ما يفعل هالمية ما تخرب اسمك يا ظلت هالمية انا معك والله معك معك انا والله حط هالمية انت حط هالمية ما نبيع ما نبيع الله يبارك الله يبارك ما نبيع الله يبارك السلام عليكم انت حطه الله يبارك لك بعتك الله يبارك لك خذ بنصيحة الدلال ابو حمدان خليك مع الدلال دائما خليك مع الدلال دائما حي الله الشباب الله يحفظك الله يحفظك على راسي والله يا ابو ان شاء الله وجوهكم خير الله يسلمكم الله يحفظكم الله يحفظكم ثنايا شنو وضعها يا اخوي ابو عمر؟ حول الشهرين شنو سنها؟ خمير ونصف والله عنز والده 3 طن 4 طن خشان انت زينه والله ما شاء الله اي نعم ضرتها صاغ سليم يعني صاغ سليم من كل عين ان شاء الله عينها بيضه يعني هاي زاد حلوه يعني هذا اللون الابيض بالعين حلو صار بها 2000 اليوم بس وصلناها ب 25 2500 ايه صار بها 2000 ما ردينا اي نعم صار سليم ما شاء الله كويس والله خشنتها زين ولونها زين عنز حلوه والله والشغل الحلو بها مو قاطعين اذانها يعني الحمد لله يعني على الفطره الشباب شغال موجوده عند اخونا ابو عمر الحديدي الشباب اللي له بها مصلحه يتواصل معنا نوصله مع اخونا ابو عمر اللهم صل وسلم على نبينا محمد هذا لنا فطايم يا شباب فطايم ورديه تنباع ب 550 الان 550 ليره تركي عند اخونا ابو عمر الحديدي حلوات والله ما شاء الله مرتبات شكلها حلو وعندنا الطلي هذا للبيع اللي يريده تنبيعه اياه هذا ايه الطلي هذا هذا سوقنا اليوم يا شباب الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافيه ملخص السوق يعني الشيء الطيب قام ينباع ما قام يوقف والشيء اللي يعني وسط تحت الوسط والله مكدس بالسوق ما قام لا ينباع ولا شيء. اي نعم والحركه اكثر شيء على اللحم وعلى المحروف، على اللحم وعلى المحروف اكثر شيء. سعر اللحم اليوم 36 ليره تركي الطيب يعني الوزن 70 يعني. اي نعم هذا سوقنا اليوم الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافيه لا تنسوا الاشتراك بالقناه تفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد ادعمونا حتى نوصل 50,000 مشترك بفضل الله ثم بدعمكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله.